عطنا موقف لك. موقف مضحك ما تنسى. شوف بقول لك موقف نتف جبهتي. اول ما سجلت يوم قبلوني بالبرنامج ما علمت احد الحين، الحين قبلت اداعة والحين برومو وزي كذا. أيوة. الحين عشت الدور يعني اني انا مشهور عرفت؟ مرة؟ اي لا رحت النادي بتدرب. ايه انا جيت فيه هنا حقه المويه براد 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 طلع. أيوة. انا جيت بنص وصل نياتي زي كذا وصل بشرة. جاء واحد جنبي زي كذا واحد من هنا جاء قال كيف الحال عبد المجيد؟ التفت يمه قلت هلا مرحبا. قال لا معليش اكلم صديقي. ياو اطالع قلت لا بس معليش اسمي. قال لي بس انا اكلم هذا ما رقع لي يعني يعني السم الرجال. أيوة لا يحرجك. ايوه شوف هذه اللي صارت. طبعا اخويا ماتوا ضحك كانوا جنبي عرف يا شينا. من بكره سافرت للرياض عشان عندي جامعه درست بالجامعه وانا ماشي زي كذا والله اول سبحان الله جن ورا بعض جاني واحد قال هلا مجود. قلت هذا اكيد انه يمون علي ما دلع مجود دلعني هذا اكيد انه يعني هلا مجود. جيت وقلت ما ابي ارفع ايدي من بعيد كذا انه من قريب واسلم عليه. عشت دور مشهور. يوم جيت جنبه كذا سلمت هو يشط خلني يروح يسلم على اللي وراي. والله كلهم عبد المجيد انا مو كذا الحين يدي. قلت له كلاس هناك. قمت اسولف مع نفسي كلاس منك لازم اخذ يمين تقول في كاميرا قدامي وزبنا. فهذا اللي نتف جبهتي بصراحه عدمني. شوف انت لازم من اليوم راح تاخذ الحيط والحذر دقق في الاسم لين يناظر فيك لين اذا قرب خلاص 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 يعني لا تمد ايدك لين خلاص اذا مد ايدك. انا عشت الدور يا رجال قلت الحين انا مشهور وش السالفه عاد الحين الجوالات تمشي وراك. اي والله العظيم يا باقي اي موقف محرج الله يعينك. انستغرام تويتر اخاف اني الحين امسكوا هذه ما امسكها اخاف دائما يطقطقون علي يشوفوني بس. شوف الحين انا عايش الدور الحين. لا الحين عايش الدور لا طلعت يعني اني مشهور يعني صرت ولي عبد المجيد يا ساتر. الحين هم بيمشون عليك دائما الحين. ايوه انا تصرحت عاد الله يعينك والله انه ما امسك انا تصرحت بالتوفيق.